السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم العديد من السيارات من نوع سيتروين سيكنز. إذا هذه السيارات هذو غادي تلقاو أرقام الهواتف في صندوق الوصف إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي عندهم أي سيارة بغوا يعرضوها للبيع فما عليهم إلا يتصلوا على رقم الواتساب 0637 10 18، وان شاء الله غادي نحط لكم الفيديوهات ديالكم او السياره ديالكم تحت للبيع على القناه ديالنا. اذا نبداو على بركه الله. اول سياره معنا هذه كاينه في مدينه ازرو. نحاول نكبروا شويه الصوره. عندنا هذه كاينه في مدينه ازرو. دي سيارة من نوع سيكنز كيف قلنا. غادي نشوفو غير السيارات من نوع سيكنز سيتروين سيكنز. عندنا غادي نحاولو نكبرو شوية. عندنا هي دي نشوفو الصور ديالها ونشوفو الأثمنة ونشوفو كذلك المواصفات ديال هاد السيارة هادي. كما كتلاحظوا معايا هذه الثمن ديالها فهو كي مولها تيطلب فيها 27500 27500 2 مليون و 150000 2 مليون 750 2 مليون 750 كاينه في مدينه ازرو. ومولها تيقول لها انها هادي سيارة من موديل 91. هادي موديل 91 موديل 91 و تيقول على السيارة ديال الدراوش سيكاز ديال الدراوش فيها 7 ديال الخيل فيها 7 ديال الخيل. هاهي هادي كما كتشوفو معايا. هاهي الصورة ديالها تاني. وهما التصاور ديالها. إذن هذه كما قلت كاينه في مدينة أزرو. الثمن ديالها 27500 درهم. 7 ديال الخيل موديل 91 موديل 91. ندوزو دابا سيارة أخرى معنا. هذه كاينه في أكادير كاينه في مدينة أكادير. هيا كما كتشوفو معايا هي دي سيكنز كاينه في مدينة أكادير. فيها البلايص القدام البلايص اللور. فيها 3 د البيبان. دابا بالنسبه لهادي بالنسبه لهادي فمولها تيطلب فيها 23000 درهم 23000 درهم. هادي تيقول بلي هادي طوموبيله ديال الخدمه مازوت فيها 7 ديال الخيل فيها 7 ديال الخيل موديل 91 موديل ديال 1991. بالنسبة لهاد السيارة هادي كما قلت لكم راه كاينة في مدينة أكادير. ندوزو دابا سيارة أخرى. الثمن ديالها عفوا مازال ما قلتلكمش الثمن. الثمن ديالها 23000 درهم. الثمن ديالها مولاها كيطلب فيها 23000 درهم 2 مليون و300 2 مليون و300 و300000 فرنك. ندوزو دابا للطوموبيل الاخرى معنا. هاد السيكنز هادي الاخرى هادي كاينه في فاس. نتسناو يبان التصاور ديالها. هادي كاينه في فاس ها هي كما كتشوفو معايا. هادو هما التصاور ديالها ها هي هادي. لاحظوا معايا الطوموبيله من الداخل كتبان باقا نقيه صباغه بيضاء. فيها جوج بيبان القدام وجوج بيبان اللور. غادي نحاول نزرب شويه في التصاور حيت كيما قالوا لي بعض الاخوان في التعليق قالوا لي دير هكا الزرب في التصاور. غادي نبقى ندوزهم شويه بشويه.
نتوما كتشوفوا معايا التصاور. بالنسبة لهادي، هادي مولها تيطلب فيها 29,000 درهم، 29,000 درهم، 2,900,000. كاينة فاس مازوت 7 د الخيل، موديل 89، موديل 89. مولها تيقول في الوصف، تيقول على انها سيكنز للبيع، اللي بغاها مرحبا، حاجة مزيانة وصحيحة وديال التجارة. نشوفوا دابا سيارة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة سلا، معنا هاد السيارة كاينة في مدينة سلا. نشوفوا التصاور ديالها، بالنسبة لهادي كاينة في مدينة سلا كيما قلت لكم. هادي هادي تيطلب فيها مولاها 40,000 درهم، 4 ديال المليون، كيطلب فيها 40,000 درهم، 4 د المليون. هادي كاينة في سلا، مازوت 7 د الخيل، 7 د الخيل، موديل 2005، سي كنز موديل 2005. هادي مولاها تيقول انها موتور بارتنير، زاج الكتريك، في الموتور ديال البارتنر موديل 2005، موتور ديالها ديال البارتنر، الزاج ديالها الكتريك، البنوات جداد، الصالون مليح. يلا ندوزو دابا سيارة اخرى، هادي 4 د الدراهم كيما قلت، 40,000 درهم الثمن ديالها. ندوزو لطوموبيل اخرى معنا، هادي كاينة في سيدي مومن في الدار البيضاء، سي كانز كاينة في سيدي مومن. عندنا هي كما كتشوفوا معايا، بالنسبة لهادي فمولاها تيطلب فيها 25,000 درهم، 25,000 درهم، 2,500,000، 2,500,000. كاينة في الدار البيضاء، مازوت فيها 7 ديال الخيل، كاينة في سيدي مومن في الدار البيضاء، بواطا فيتاس مانويل، و موديل 93. مولاها تيقول على انها سي كانز زوينة مليحة وعلى تمن، تفهمو الى بغا مرحبا، اذا التمن ديالها 2,500,000. ندوزو دابا لطوموبيل اخرى معنا، هادي كاينة في الناظور، سي كانز كاينة في الناظور، هي هادي فيها عندنا غي تصويرة وحدة، هنا هي دي كما كتشوفوا معايا. هاو دمو الطوموبيل راه واخد فيها، واخد فيها الخضرة، هز فيها الخضرة. بالنسبة لهادي فمولاها تيطلب فيها 40,000 درهم، 4 د المليون، هادي كيطلب فيها 4 د المليون، 40,000 درهم. هادي كاينة في الناظور، موديل 94، موديل 94. كيقول بلي هادي الطوموبيل ديال الخدمة، الطوموبيل ديال الخدمة، 4 د المليون الثمن ديالها. نشوفو دابا طوموبيل أخرى معنا، هادي في عين تواجدات، عين تواجدات، نشوفو التصاور ديالها. نتوما كتشوفو معايا التصور ديالها، هي دي. بالنسبة لهادي فمولاها تيطلب فيها، يطلب فيها 2 د المليون، كيطلب فيها 2 د المليون، 20,000 درهم، 2 د المليون. هادي كاينة في عين تواجدات، مازوط فيها 7 ديال الخيل، موديل 89، موديل 89، موديل 89، وكيطلب فيها 20,000 درهم، 2 د المليون. ندوزو دابا طوموبيل أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة سلا، سي كانز كاينة في مدينة سلا،
عندنا هي كما كتشوفوا معايا بالنسبه لهذه، فمولاها تيطلب فيها 33,000 درهم، 33,000 درهم، 3,300,000. هذه مازوت فيها 9 ديال الخيل، فيها 9 ديال الخيل، موديل 2000، موديل 2000، موديل 2000، طوموبيل على القيام مصلوحه، الموتور جديد، الروايد جداد. ندوزو دابا لطوموبيل اخرى. انا هاد الطوموبيل كاينه في مدينة ابن ملال، ها هي دي. كاينه في مدينة ابن ملال. بالنسبة لهادي فمولاها تيطلب فيها 26,500، 26,500 درهم، 2,650,000. هادي موديل 86، موديل 86 ديوانة 97، موديل 86 ديوانة 97. ندوزو دابا طوموبيل أخرى معنا. هادي كاينة في مدينة مشراب القصيري، بالنسبة للثمن ديال هادي اللي كيطلب فيها مولاها، كيطلب فيها 22,000 درهم، كيطلب فيها 22,000 درهم، 2,040,000 ريال. هادي مازوت وفيها، هادي موديل 97، موديل 97 كاينة في مشرب القصيري، فيها موتور زوين ديال الخدمة. ندوزو لهاد الطوموبيل الأخرى معنا. هادي كاينة في المحمدية، هادي كاينة في المحمدية، هادي كاينة في مدينة المحمدية، بالنسبة للثمن ديال هادي فمولاها تيطلب فيها 27,500 درهم، 27,000 عفوا. هادي موديل 99، موديل 99. شوفو هاد الطوموبيل أخرى معنا. هادي كاينة في سيدي مومن، هادي كاينة في سيدي مومن، هادي كاينة في سيدي مومن، تيطلب فيها مولاها 28,000 درهم، 28,000 درهم، موديل 93. شوفوا هادي، هادي كاينه في ايت ملول اكادير، ها هي سيتروين سي 15، كاينه في ايت ملول. بالنسبه لهادي مولاها تيطلب فيها، يطلب فيها 36,000 درهم، 36,000 درهم، موديل 86، موديل 86 عفوا، موديل 96، موديل 96، ديوانة 2007. إذا كانت هذه آخر سيارة معنا اليوم. بالنسبة للناس اللي عندهم سيارة بغا يردوها للبيع، فمعلومة إلا تصل على رقم الواتساب 0678-10-98-18، و إلا عجبتو شي سيارة غادي يلقى النمرة ديالها في الديسكريبسيون. يلا تهلاو فراسكم، تشوفو فيديو جاي، متنساوش تابونو في القناة وديرو جيم باش تشجعوني باش نحطولكم فيديوهات كل نهار. تهلاو فراسكم، مع السلامة.